واخر يقول ان بعض الناس الذين ابتلاهم الله بالجن يذهبون الى الكهان مع العلم ان هؤلاء الكهنة يقومون بمنع الجن عن هؤلاء الناس سواء بالقتل او بالمنع، فما رايكم بهذا؟ هذا كل لا يجوز، لان الكهنة يستخدمون الشياطين حتى في عهد الجاهليه. الكاهن مثل انه صاحب من الجن كما كاهن، لو راي من الجن صاحب ياتيه فابرز يرى في الحسن كذا، يرى في المدينه كذا، يرى في الشام كذا، يرى في مصر كذا، الشياطين بينهم يتلاقوا الاخبار، قتل فلان، مات فلان، حدث فلان، حدث انقلاب في المحل الفلاني، حدث كذا، هكذا نقل الشياطين. فيظن الجاهل ان هذا الكاهن او هذا الرمان جانب الغيب، وانما الشياطين تقول له بعض الاخبار. فيتظاهر للناس انه عنده معلومات، وان عنده معلومات عن الغيب، وان يطلع على كذا وان يطلع على كذا، وقد يستخدم بعض الشياطين الاخرين الذين لهم قوه ولهم سلطان من ملوك الشياطين ورؤسائهم، فياتون بهذا الشيطان الذي تلبس بالمجنونه او بالمجنون او فعل فيه من الامور التي يتعاطاها الشياطين، فيقولون لا، اذا ارضاهم هذا الاسم، إذا أرضاهم بعبادته من دون الله، أو ذبح لهم، أو نذر لهم، أو عبدهم بالسجود أو بغيره، إذا أرضاهم قد يحضرون الشيطان تحت إبرتهم، فيقولون إما أن تفعل كذا، وإلا قتلناك، وإلا سجناك، وإلا فعلنا بك، فيدعوا عمله القبيح من أجل طاعة سادته من الشياطين والرؤساء، فيحصل نفع للإنسان بهذه الطرق الخبيثة الشركية الضائعة. هذا ليس بعذر، ولا يجوز إتيان هؤلاء أبدا. ولو قدر انه لم ينتفع به بعض الناس، فوجود بعض النفع لبعض الناس من طريق الشرك ليس بعذر، فعباد الدين قد ينتفعون بالجن، ولكن ضرره اعظم، فقد ياتي لهم الجن باشياء، قد ياتي لهم بدراهم، قد ياتي لهم بطيب يسرقه، قد ياتي لهم بغنم يسرقها، قد ياتي لهم باشياء، هذا مو عذر في عباده الجن واتخاذ ما لا يتم مع الله، نسال الله العافيه. حتى اهل الجاهليه كانت تكلمهم الأصنام، يأتي الشياطين إلى جوف الأصنام ويكلمون هؤلاء العبدة من دون الله، يكلمونهم بأشياء ويخاطبونهم بأشياء ويقول جرى كذا وكذا، وربما خاطبوا بلغات لا يعرفونها فيغرونهم بالشرك ويدعونهم إلى الشرك، نسأل الله العافية.